مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في. فهذا البث المباشر مباشرة من جامعة الدراغا بالضبط، يعني القنطرة الرابطة بين منطقة تيكيوين والدراغا. كما كيعرف الجميع أن اليوم تسجلت في جهة ماسة يعني 139 حالة وحالة وفاة واحدة. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء 9 شتنبر عن تسجيل 2157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا 77878 مصاب. وأضافت الوزارة أنها تم أيضا تسجيل 2484 حالة شفاء جديدة مقابل 26 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس المدة. ووصل عدد المتعافين من مرض كوفيد 19 إلى 59723 شخصا، في حين بلغت حصيلة الوفيات جراء المرض 1453 وفاة إلى حدود الساعة. وتهيب دائما وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن مشاهدين الكرام، سكينة سوس ماسة قلت سجلت فيها 139 حالة وحالة وفاة جديدة، وجاءت على الشكل التالي: عملة أكادير إداوتنان 72 حالة، إنزكان إيت ملول 40 حالة وحالة وفاة واحدة، تارودان عفوا مشاهدين الكرام، يعني قلنا عملة أكادير إداوتنان 72 حالة، إنزكان إيت ملول حالة وفاة واحدة و40 حالة، يعني وتارودانت 12 حالة، شتوكا